بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. حسين الاحمر يحييكم من قناه البحرين الرياضيه الفضائيه هنا من دوري زين لكره السله في الجوله العاشره. اللقاء الذي يجمع الحاله مع النجمه، النجمه مع الحاله في هذه الجوله. راح نتحدث عن العام الماضي، الدوري الثاني السداسي العام الماضي، فوز على النجمه 99-89، وايضا خساره في الدور الاول بالنسبه للحاله من النجمه 85-84 في الدور التمهيدي. لكن اليوم في دوري زين في هذه الجوله، من يفوز في 2022 ومن ياتي بالنقاط في اول بدايه الدوري بالنسبه للفريقين؟ انت اليوم تشاهد تتابع كل صغيره وكبيره في أرضية الملعب وأيضا عبر قناة الوطن البحرين الرياضية الفضائية من قلب الحدث. هنا هذه طاولة التحكيم عماد عباس، المراقب فاضل كركدوش، وهناك نور شكيب، وأيضا هناك عادل العريض، وهناك محمد إسماعيل في الإحصاء وأحمد الياس في الإحصاء. وأيضا راح نشوف هنا اليوم الأمور جميلة، حسن أيضا، احمد ايضا الحكم 24. اذا طاقم التحكيم اليوم هو يونس جناحي، عبد الرضا، عبد الحسين وصادق المشخص. بالتوفيق لطاقم التحكيم. هذه لا تبدا كره السله الا مع الجزار. كل شعر في راسي هذا اللون الابيض يعني علامه من قانون كره السله. اذا على بركه الله يبدا الكوارتر الاول، والكره لمصلحه الحاله جان الى الواثق، واثق الخطوه، وبالتالي الامور بقياده هنا المدرب لنادي الحاله احمد جان ومساعده ايوب حاجي، وتصويبه ثلاثيه اير بول، لكن حاول فيها عبد القادر صلاح، والكره تعود لبوعلاي، يعود الى مكانه والى ناديه الاصلي. هو النجمه بوعلاي يلعبها الى شاكر، حسين شاكر تايجر يبحث عن هذا اللاعب الضخم في ارضيه الملعب ما شاء الله، نيك وورد الذي لعب في أتلانتا هوكس. وأيضا أول النقاط تأتي لعلي جابر. جابر يا جابر يسجل أول النقاط لمصلحة النجمة العالمي أمام قلعة بوماهر، اللي يسمونها قلعة بوماهر الخفافيش. وهنا نقطتين تأتي، يا سلام عليك، توني فارما الأمريكي الذي لعب هناك في المكسيك والأرجنتين والبرازيل، وأيضا لعب في كولومبيا وفي الجامعات. الله، ضاعت من التايجر، إيذي ليب، وبالتالي لا يسجل التايجر. توني فارمر محترف الأمريكي يلعبها إلى بندينا الواثق، إلى جان حسين، وعملية الدخول هذا يسمونه العقرب يلسع. مرتين يا حسين، ولكن تعود الكرة. هذا مدرب نادي النجمة. هناك أيضا هاني علم ومحمد نجف في تصويبة ثلاثية لا ينجح، لكن توني موجود. توني فارمر أمام نيك وورد، أمام لاعب أمريكي ولاعب أمريكي آخر. في الحالة توني فارمر لعبها، حكم يشير صادق المشخص أن الكرة لامست قدم اللاعب وممنوع في كرة السلة. هذا هو الحكم، شوف الآن فعلا لامست، قرار سليم من الحكم والإعادة من مخرجنا حسن الماجد، والشباب في الكنترول يعطونا كل صغيرة وكبيرة. كرة من الحد النهائي للملعب، بندينا يا زينة يا حليلة، بندينا تلعب الكرة، جان سين علي جان العقرب، بندينا يا زينة يا حليلة، بندينا يسجل نقطتين، وسع الفارق إلى نقطتين، 4-2. بوعلاي موجود، يوه هذا المنامي اللي اتى من المنامه، كمبس محمد حسين يلعبها لعلي جابر. شوف الدفاع الان بطريقه ايزي شات، نو ديفنس نوبادي وذ هيم، فبالتالي يسجل 3 بوينت نجماويه عالميه في سله الحلاويه. اذا تلعب الكره، الواثق يبحث عنك يا جان، والمدرب جان، وتصويبه الثلاثيه صلاح. عبد القادر ثلاثية حلاوية في سلة النجماوية، يا سلام عليك، ستايل جميل. وسع الفرق إلى نقطتين، علي جابر والدخول أمام توني، لكن هنا نيك وورد، وبالتالي الكرة يشير الحكم يونس جناحي الكرة من الحد النهائي للملعب لمصلحة الحالة. تحدث عن الحالة العام الماضي الرابع، وتتحدث عن النجمة العام الماضي الخامس، لكن اليوم النجمة في المركز السادس والحالة في المركز الثامن. فبالتالي راح نشوف قلعة بوماهر
آخ يا جلال يا خدادات، وبالتالي هنا مقطوع الكرة تأتي للواثق، الواثق 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 لا ينجح، بوعلاي موجود، بوعلاي موجود، وبالتالي لعبها إلى كمبس، كمبس والدخول، وهنا خطأ يشير الحكم على حسين علي جان. الله، أول الأخطاء، حكم يونس جناحي يشير أنه هناك خطأ على اللاعب رقم 10، الخطأ الأول جزاؤه رميتين حرة، لأن اللاعب في عملية الدخول. إذا 7 مقابل 5، 6 دقائق و42 ثانية متبقية، هذه الإعادة الماضية للقطة حقيقة اللي شاهدناها، رميتين حرة، ينجح في الرمية الحرة، الخطأ على اللاعب رقم 10، إذا الخطأ الرمية الحرة الثانية، كمبس محمد حسين الذي أتى من المنامة إلى 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 النجمة، من الزعيم للعالمي. الله، إذا التعادل أو فارق النقطة 6 مقابل 7. حسين جان العقرب إلى الواثق، إلى جان والمدرب جان ومساعد مدرب، هناك أيوب حاجي تصويبة ثلاثية بين دينا لا ينجح، لكن علي جابر توني فارمر ينجح في عملية أخذ الكرة، سكند تشانس، جان جان جان، يا سلام، الواثق ونيكوار، نيكوار إلى بن تايجر، علي جابر شوف اللعب السريع، وبالتالي إلى أبو علاي، يطالبون بمخالفة المشي لكن الحكم يقول ما فيها شيء، ثلاثية لا ينجح، عملية البلاك بلاك بلاك أوت تأتي من الواثق، لكن بن دينا عملية الانطلاقة، بن دينا بن دينا مقطوعة من كمبس، يا سلام، كان هناك احتجاج عيدو يا مخرج، ولكن كانت على أبو علاي في عملية ممكن فيها شك، فيها شك في هذا بن دينا، يا سلام، شوف الدفاع من كمبس، خبرة كمبس أمام هذا اللاعب الصغير توني فارما، عملية مراقب من علي جابر، توني والدوران، توني 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 توني، يشير الحكم خطأ على اللاعب رقم 21، حذاري حذاري يا نيك وورد، هذا الخطأ الأول على اللاعب نيك وورد المحترف الأمريكي الذي لعب في أتلانتا هوكس هناك في الام بي اي في عام 2020 ولعب في أسبانيا وفي تركيا، لكن هذا توني توني فارمر المحترف الذي لعب في المكسيك والأرجنتين والبرازيل وكولومبيا، وهناك حقق أيضا بطولة في المكسيك ولعب في نظام هناك بطولة الجامعات، رمية الأولى لا ينجح، هذا هو توني فارمر المحترف الأمريكي، يجيد عملية الدربلينج وعملية السرعة والتصويب من خارج القوس، ينجح يوسع الفارق إلى نقطة واحدة، 8 مقابل 7، 5 دقائق و44 ثانية، أبو علاي في قيادة اللعب وصناعة اللعب، دوري زين يا زين يا زين، اسم على مسمى، مشتعل في الجولة العاشرة رغم أن هناك تقدم بعض الفرق في عملية المباريات، الواثق الواثق الواثق، يا سلام عليك يا نيك وورد، يتذكر أيام 2020 لما كان في أتلانتا هوكس، يشير الحكم عبد الرضا عبد الحسين، يذكرنا بالممثل الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرضا رحمة الله عليه، وأيضا نقدم التعازي لمدير اللعبة في نادي الحالة حسين إسماعيل، ونقول له الله يعظم أجرك ويرحم أمواته وأموات المسلمات والمسلمين حقيقة في كل مكان، فقد والده اليوم وبالتالي هو ليس موجود مع الحالة، وبنقول له عظم الله أجرك يا حسين يا إسماعيل، والله يتغمد بواسع رحمته. إذا تلعب الكرة إلى كمبس، كمبس وعملية هناك مراقبة، بن دينا بن دينا بن دينا بن دينا، كمبس عملية النايس موف البنتريشن ثم اللايب ثم التسجيل، ويقول لهم أعطني، يا سلام عليك، هذا العقرب يلسع 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 ويسجل نقطتين، يا سلام عليك يا جان 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 جان، هذا كان نشأ في نادي الحالة وترعرع في نادي الحالة وتدرج في نادي الحالة، وأنه العقرب الذي يلسع ليسجل نقطتين، يا سلام عليك يا حسين يا جان، من خريج مدرسة الحالة، والحالة معروف رابع آسيا، رابع آسيا في 2014 و2011 آخر دوري، أول دوري حققه عام 95-96، وهنا مخالفة يشير الحكم، هذا الحالة حالة حالته، وبالتالي أيضا حقق الكأس في 92، ثاني الخليج في 2012، الله الله الحالة، لا لا نجوم نجوم نجوم،
تتذكر احمد مال الله، تتذكر محمد سالم، تتذكر نجوم نجوم لعبوا في نادي الحاله، ولهم هناك علي حسين وحسين حاجي وخالد حاجي، احمد مال الله، ايمن مال الله، ياسر بنفور، ايوب حاجي وعباس علي، وبالتالي ايوب حاجي هو اليوم يكون مدربا لمساعد مدرب لنادي الحاله، وياسر عبد الرسول وحسين اسماعيل وسام الكوهجي وايضا احمد ميرزا، هذه النجوم اللي لعبوا في نادي الحاله. اذا تلعب هناك محمد سالم لعب في النجمه مع خليل عباس، عباس ابراهيم، اسماعيل مبارك، حسين علي المصور، وروف حبيل، عماد حبيل، ومحمد عبد الجليل، وسيم محمد. اذا هنا تاتي النجمه يوسع الفارق الى 3 نقاط، اشتعلت نجوم من هنا وهناك، ونجوم اتوا ولعبوا وحققوا النجاح. اذا تلعب الكره بن دينا، يا زينه يا حليله، هذا بن دينا، احمد بن دينا تلعب الكره الى جاد 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 جاد، هو جاد 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 جاد، العقرب يا جلال يسجل ويلسع لسعات خطيره العقرب اليوم. إذا النتيجة 12-13 فارق النقطة تصيب الثلاثية. علي جابر، ومن لا يعرف علي جابر صاحب ثلاثيات، إذا مشت مشت، سلكت معه سجل. إذا تلعب الكرة الواثق جان بن دينا تحت أندر ذا باسكت مراقب، وهنا أوفنسيف فاول، يشير الحكم الخطأ الأول على أحمد بن دينا، هذا هو عبد الرضا عبد الحسين حكم الدولي اللي حكم كثير بالمباريات على المستوى المحلي والخارجي، هو اليوم يقود هذا اللقاء مع يونس جناحي وصادق المشخص. تلعب الكرة ابو علاء يعود بعد ما لعبها في المحرك، يعود الى النجمة ليرتدي القميص الابيض والازرق. يا سلام عليك نيك نيك، سكند تايم سكند شانس، الله الله الله، نايس موف يا نيك، اندر ذا باسكت، مترين يا جماعه، خطا على كمبس اند ون، برافو المدرب مبراضي هاني علم اللي لعب مع نادي المنامه، ومحمد نجف اللي لعب مع المنامه وكان العام الماضي مع المنامه، هذا الموسم مع النجمه، هذه الاعاده عيده مره ثانيه، عيدة مبراضي، لا تزعلونا هاني علم، لا تزعلونا يا حكم، يا يونس يا جناحي، عيدها يا مخرج، خلينا نشوف لحظة وقوع الخطأ، شوف الآن فعلا، لا لا قبل شوي، هل اللاعب شرع بالدخول أم هناك كول قبل كل شيء؟ راح يجيبها المخرج ابن الماجد، راح تعطينا وياها. إذا أنون 14-18 يقلل الفارق، بنتين يا زينة يا حليلة، إذا ينجح ينجح، معليش كل الأمور كل المعطيات تمشي، خلها مشيها. فبالتالي هنا ابو علاي ابو علاي ابو علاي ابو علاي، الله نتذكر ايام ما كان في المحرك، ابو علاي ابو علاي، علي جابر ايزي، نو ديفنس نو، تغطيه دفاعيه مش موجوده، ما الذي يدور في فكر المدرب احمد جان الذي حقق الدوري والكاس والسوبر مع الاهلي ومدرب على مستوى بن دينا؟ لكن هنا ياتي الوحش، ياتي الوحش البيك جايز، حمد جاسم، توني توني الى عبد القادر صلاح، يا سلام عليك، لكن نيك 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 نيك، حكم يقول ما فيها شيء ما فيها شيء، وبالتالي الامور الامور جميل، تير سكت مخالفه، لانه الكره لازم ان تخرج من الملعب قبل 8 ثواني. فعلا احمد جان صاده صاده هذه اللقطه الماضيه، فبالتالي يعني الحكم ما شافها، كانت سريعه ومو كان قاصد انك يا وار. اذا المخالفه على الفريق 15-21 فارق 6 نقاط، حكم يعيد الكره الى 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 هناك، خلينا نشوف مخالفه، دقيقتين و14 ثانية متبقية على نهاية الكوارتر الأول من الشوط الأول، وجان يا جان يطلق عليه المدرب الذهبي، 3 بطولات، يعني بطولتين سوبر بطولتين كاس،
بطولتين دوري، آخر دوري حققه اللي هي السوبر 2021 هو أحمد جان. أحمد جان يعني العروض تأتي لهذا المدرب، وين ما يروح ينجح، وين ما يدرب يمسك زمام الأمور ينجح. هذا هاني علم أيضا كان مع المنامة، أيوب حاجي لعب في 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 النجمة، وبالتالي هو اليوم مدرب مساعد مدرب مع الحال. إذا تلعب الكرة لمصلحة الحالة وبالتالي الأمور، أيوب حاجي لعب مع الحالة أيضا، إذا المخالفة أيضا على جان، أيوب حاجي لعب مع الحالة وهو اليوم مساعد مدرب. يعني تتحدث عن تاريخ، لما تتحدث عن أيام الـ95 أيام التسعينات، الحالة كان يعني فريق يحقق النجاح. الله يا صلاح ميمو موتشون، إذا تلعب الكرة علي جابر، إلى علي جابر 21-15، أربع نقاط الفارق في الكوارتر، إذا دقيقة وخمسون ثانية متبقي على نهاية الكوارتر الأول، والكرة مع نيك وار المحترف الذي لعب في أتلانتا هوكس. تلعب إلى تايجر، شاكر الخبرة، شاكر لك الله الله بو علاي بو. هذه الكرات اللي توجع اللي تؤلم لما تأتي في الآن للسكن، فبالتالي ينجح بو علاي يوسع الفارق بعد ما كان الفارق أربع نقاط، يعود الفارق إلى سبع نقاط. سيد جان تلعب الكرة، عبد القادر صلاح إلى بندينا، عبد القادر بندينا بندينا أندر ذا با، يا ولد يا ولد نايس بلوك منك، لعبها حمد جاسم، ولكن نكوار في الاون تايم في الاون تايم على كيفك، فبالتالي هو جاهز في عمليه البلوك، جاهز في عمليه بلوك. جميل توني فارمر، يس 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 يس، سلام عليك. لذلك يطلق على الحاله الخفافيش لانهم سريعين، مقطوع الكره فعلا. توني باركر هناك في فرنسا، وين بول تسرع فيها توني، لكن علي جابر الى تايجر الخبره الاكسبيرينس. الله الله، اعطني حريتي يا تايجر، وسجل بدايه في ارضيه الملعب حينما اراك يا جلال يزول همي. الله الله، اذا تلعب كره حسين جان الى توني فارمر هنا عملية الأوفنسيف فاول على توني فارما. هذه فعلا صادق المشخص في عملية الكلير، عملية التنظيف موجودة، استخدم اليد الالبو، وهذا قرار من الحكم صادق الحكم القادم. هناك أيضا تحت مدرسة كركدوش، حينما تشاهد الحكام الصغار اللي يعطونهم فرصة، شاهدنا بدر، شاهدنا صادق، شاهدنا هناك شكيب البنت الصغيرة القادمة أيضا، هل تشبه أباها في أرضية الملعب؟ راح نشوف يا نور يا شكيب، ممكن ما في شيء يتغير، لكن أيضا هناك رئيس لجنة التحكيم محمد النعيمي، وبالتالي هنا تصويب الثلاثية 3-3، وهنا يطلق الميقاتي عماد عباس صافر، معلن عن انتهاء الكوارتر الاول بتقدم النجمه العالمي 29 مقابل 17، 12 نقطه الفرق. فبالتالي خلونا نستمع لتوجيهات المدربين ونترككم مع لقطات الفتره الاولى من الشوط الاول. الماجد لك الكلمه.
إذا نعود معكم متابعي الكرام للكوارتر الثاني من الشوط الأول وبالتالي شوط الفترة الأولى لتقدم النجمة 29 مقابل 17. على فكرة راح أقول لكم اليوم الأب، اليوم الأب يحضر لمتابعة الابن حسين جاني، الأستاذ حسين جاني يشاهد ابن أحمد جاني اليوم في أرضية ملعب موجود في المنصة، يقول أنا جاي أشاهد لمسات ابني أحمد في أرضية الملعب. معروف الأب كان رياضي وأيضا كان وهو نائب رئيس نادي الحالة، فبالتالي هو اليوم موجود. إذا تلعب الكرة ساين تايجر، تايجر يبحث عن نيك وارد، نيك وارد أمام محمد أو حمد جاسم، جاسم مير يستطيع أن يوقف هذا اللاعب. إذا تلعب الكرة المدرب يأتي باللاعب علي عون، علي إلى حمد جاسم، حمد جاسم إلى توني مراقب بن علي جابر، توني يلعب يغرد وحيدا يسجل هذا اللاعب، يعني قتالي في أرضية الملعب. برافو يا توني فارمر، لاعب يجيد التحركات، وسبق أني تحدثت عن هذا اللاعب بالتحركات الجميلة والأداء الجميل في أرضية الملعب. تلعب الكرة 19-31 تايجر الأسطورة الإكسبيرينس مان في أرضية الملعب. تايجر موجود، لعب في المحرق، لعب في الأهلي، لعب وبالتالي أيضا اليوم يعود مع النجمة، يعود مع النجمة. خطأ على حمد جاسم، هذا الخطأ اللي أول على حمد جاسم، إشارة الحكم عبد الرضا عبد الحسين، كرة من حد النهاية للملعب. تايجر في إدخال الكرة يبحث عن نيك. برافو 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 برافو، لاعب صغير يجيد التغطية الدفاعية، إنه يلقبونه حمادو، حمادو أي حمد جاسم، الله البستكي يسميه حمادو. إذا تلعب الكرة إلى علي عود، علي عود في صناعة اللعب، برافو إلى توني المراقب من علي جابر، يا سلام يا توني، يا الله 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 الله، كرة جميلة ولكن ضاعت على حمد جاسم معلاي، علي جابر، ولكن هذا الخطأ، الخطأ الثاني. حذار يا توني يا فارمر، إذا خرجت يا توني فارمر راح تربك دكة الاحتياط. شوف هذه هي الإعادة للخطأ على توني فارمر، ربما يضطر أحمد جان في عملية الريبليس، عملية السبستيوشن، أو يقول له لا تعمل فاول. أوه. يسجل ثلاثية ولكن الفري ثرو يا علي جابر فري امبورتنت، يسمونه الأشقر، الأشقر علي جابر لا ينجح، لكن حمد جاسم موجود. تعود الكرة لعبد القادر صلاح صغار السن أمام الإكسبيرينس، أمام الخبراء في أرضية الملعب، مقطوعة علي جابر، علي جابر، علي جابر، علي جابر، قطعها ستيلر، لعبها لنيك، نيك، 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 يا سلام عليك يا نيك، يا سلام عليك يا علي جابر، علي جابر يجيد التغطية الدفاعية، عيدها يا مخرج، أعطينا إياها يا مخرج. الله، فارق ال 14 نقطة يأتي لمصلحة النجم العالمي. أنا نجماوي، هذا الجماهير يقولون، لكن ما شاهدنا النجمة. الله، هذه الإعادة، برافو. إذا نستمع لتوجيهات المدربين، ماذا يقول جان وماذا يقول هاني علم؟ نعود معكم متابعينا الكرام بعد ما انتهى الوقت المستقطع الذي طلبه الكابتن احمد جان وايوب حاجي من اللاعبين. ايوب اللي لعب في الحال، لعب ايام التسعينات، وايضا لعب ايام هناك العباقره لما كان احمد مال الله، ياسر ونفور، حسين حاجي كان كابتن سابق، واسامه الكوهجي وخالد حاجي وعلي حسين وعبد الاله عبد الغفار وحسين كاووش وياسر عبد الرسول، فبالتالي الامور موجوده 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 موجودة. هنا تلعب الكرة لعلي عون،
اللي ايضا علي عون كان في المنامه، لاعب المنامه سابقا، تلعب الكره تاتي لنادر علي الى توني فارمر. عبد القادر نادر واثق واثق لا ينجح، وبالتالي نيك وور في عمليه الريبون بوعلاي. مباراه حلوت يا جماعه، فرق ال 14 لكن تعال التاج بوعلاي بوعلاي. اضرب تحيه يا بوعلاي، سلام سلام لبوعلاي. يسجل ثلاثيه يوسع الفرق الى 17 نقطه. اذا تلعب الكره عبد القادر الى توني، مراقبه المدرب هاني علم يلعب بطريقه 2-2-3 زون، ثم عمليه الباكس اب، وبالتالي هنا تصيب الثلاثيه لا ينجح، لكن الواثق موجود. تعود الكره لكمبس، كمبس كمبس، هاني علم نجح في عمليه الدفاع 2-3 ثم عمليه الباكس على توني، وبالتالي ماذا يفعل احمد جاد؟ وبالتصويب الثلاثيه الو الو، هالمره قال الو، ثلاثيه من بوعلاي على طول. احمد جاد تدخل بطلب الوقت المستقطع على طول. الله الله، بوعلاي يقول للجماعه المشككين ترى انا موجود، عت بقوه ترى موجود. الو، يقول لهم الو، شاهدوا بوعلاي حطوه في السوشيال ميديا. الله، راح عيدها يا مخلص، خلينا نشوف اللقطه، عمليه الالو لبوعلاي حقيقه لقطه جميله. الله، الالو الو يا بوعلاي، والله يرسل رساله في السوشيال ميديا يقول لهم اي ام هير. الله، اذا نستمع وبالتالي ايوه هذه هذه هذه، واصل يا مخرج، واصل واصل واصل، شوف شوف الان الو اي ام هير. اوكي يا بوعلاي صادوه، يعني فعلا هو يعطي رساله، يوجه رساله يقول لهم ايام ما زلت بوعلاي. ثلاث ثلاثيات على التوالي لبوعلاي، يوسع الفارق الى 20 نقطه. الله، وبالتالي اضطر الكابتن احمد جان بعمليه طلب وقت مستقطع لانه شاف الفريق عمليه الان راح يلعب المان تو مان الباكس ال 1 2 2 ممكن ممكن، مثل ما يلعب هاني علم، هاني علم يلعب بطريقة الباكس، يلعب بطريقة التو ثري ثم الباكس، عملية ال 1 2 2 ضغط. شوف الآن ضغط بريشر من بداية ملعب من بوعلاي، تلعب الكرة الواثق، سبع دقائق 22 ثانية إلى الواثق، واثق علي، علي يا واثق، لا يسجل نيك، نيك في عملية الريبون، علي جابر، بوعلاي وكمبس، تايجر، الله الله الله، خطأ، يشير الحكم على الواثق صادق المشخف، يشير الحكم على الواثق. شوف الريبون لما ضيعها علي جابر، نيك في عملية الفولو، يجب أن يكون هناك بلاك أوت، عملية التحجيز مهمة للاعب طويل حتى يكون خارج الأندر ذا باسكت. رميتين حرة، نيك ضاعت ضاعت، لاعب احترف هناك في الـ NBA في 2021 مع أتلانتا هوكس، لكن هنا يأتي مع النجمة. إذا يسجل يوسع الفارق إلى 21 نقطة، تلعب الكرة الواثق إلى نادر علي، نادر نادر إلى توني فارما، توني خطأ، الله، يشير الحكم خطأ على علي جابر، كرة من الحد الجانبي للملعب، كان يطالب توني فارمر بعملية التصويب، لكن الحكم يقول له ستيل يو ار ان فلو، على الأرضية على الأرض. إذا تلعب الكرة من الحد الجانبي للملعب إلى جان، المدرب يعود بجان إلى عبد القادر، صلاح صلاح يا صلاح، لم نشاهد عبد القادر في عملية الموف، لعبها إلى نادر، نادر علي، نادر، الله لا ينجح، لكن نيك في عملية الريبون، قاطع الماي والكهرب على عملية الريبون لفريق الحالة. تلعب الكرة سين تايجر، تايجر يا تايجر، الإكسبيرينس الخبرة، تايجر حسين، سين شاكر يلعبها لنكور، مراقب من توني فارما، عملية أندر ذا باسكت، هي نوز هاو تو ميك ذا باسكت،
يعرف يتعامل مع الكرة أندر ذا باسكت، لأنه لعب في أتلانتا هوكس. واثق الخطوة يسجل، يا سلام عليك يا واثق، يا سلام عليك يا واثق، يسجل يقلل الفارق إلى 21 نقطة، 21 مقابل 42، 5 دقائق و50 ثانية متبقية على الكوارتر الثاني من الشوط الأول، والتقدم للنجماوي العالمي. نيكوا يبحث، مراقب من الواثق إلى علي جابر، هالمرة لا، خلص حفظوك، خلوك تشوت وأنت مرتاح. توني خطأ، يشير الحكم على كمبس، على محمد حسين، الخطأ الثاني حذاري، لكن لم نشاهد إلى الآن تحركات اللاعب بن دينا. إذا المدرب يخرج علي جابر وكمبس، ويأتي بمحمد ناصر، ويأتي باللاعب رقم 10 حلوم. إذا ينجح يسجل، الله، محمد ناصر جاي من المحرك، الله، إلى وين؟ من الذيب للعالمي. إذا رميتين، ينجح في الرمية الحرة الأولى، لا ينجح في الثانية. توني فارما يقلل الفارق إلى 20 نقطة. تلعب الكرة لحسين شاكر، شاكر يا شاكر، نجوم عالمي محمد ناصر، أول المباريات لهذا اللاعب مع النجم العالمي. إلى نكوار، شوف الدفاع الآن غير، ولكن محمد ناصر أمه والدته موجودة في المدرجات خلف بنش نادي الحالة، دائما تكون هذه الوالدة، الله يحفظها لك يا محمد، ويحفظ أمهاتنا وأمهاتكم الأم مدرسة. وهنا خطأ على أبو علاي، عيد يا أبو خرج، هذه هي الأم الحنونة، الأم التي دائما تأتي لتشاهد وتراقب ابنها في أرضية الملعب، نرفع لها القبعة. الله، الأم لما تكون موجودة وتدعي لأولادها، الله يوفق أولادي، هذه كلمات تخرج من القلب. إذا رميتين حرة، ينجح توني فارمر، خطأ على أبو علاي، يقلل الفارق إلى 22 نقطة، 23 مقابل 45. هذا هو توني فارمر المحترف الأمريكي، لا ينجح في الثاني، لكن نيك كل كرة على السلة في عملية الديفنس في الريباون لنيك. أبو علاي هالمرة ما قال ألو، عطى الإشارة وبشا، برافو يا أبو علاي، أبو علاي، أبو علاي، الله الله، يحبونا جمهور محرق، يحبوه. إذا يا سلام عليك، برافو، ينجح الأسمراني توني فارمر، والله هذا لاعب ما شاء الله تبارك الله، يجيد عملية البنتريشن، يجيد عملية التحرك، لكن ينقص الحالة اللاعب البيج جايز، اللاعب الطويل، يحتاجون إلى لاعب عملاق. ممكن إدارة النادي تجيب، راح تجيب، يعني ممكن الأستاذ أحمد جان يطلب لاعب طويل. إذا الخطأ يشير الحكم، راح نشوف الخطأ على مين؟ ربما على الواثق، ثالث الأخطاء، المدرب يأتي باللاعب رقم 6 سيف القلاف، الله، هذا لاعب صغير، عملية بنية جسمانية يا سيف، راح يراقب نيك، شوف الفرق بين البنية الجسمانية، يستطيع سيف، هل يكون سيفا على نيك؟ راح نشوفه. بو علاي تلعب الكرة، 4 دقائق متبقية، بو علاي، لكن هذا أول الريبون لسيف القلاف، ينجح سيف في عملية التغطية. توني هو من يقود صناعة اللعب، عملية السكرين، توني هي بوم 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 بوم، يا ولد يا حلو يا مزيون، زعلان الأسمر، والله سريعة هذه الكرة، هذه راح يقصوها يحطوها في السوشيال ميديا ويحطوها في قناة البحرين الرياضية، إنه توني فارما، يا سلام، كرة مقطوعة، تغطية دفاعية موجودة، وهنا في خطأ يشير الحكم، خلينا نشوف الإعادة، نيك يطلب إعادة، خلينا نشوف، عيدها يا مخرج، عيدها، خلينا نشوف،
إذا كانت من زاوية أخرى. خلينا نشوف. خلينا نشوف فيها من زاوية أخرى. واصل يا مخرج. هذه الكرة الآن قطعت. أوه. هو اللي ضرب ويقول تشيك. يطالب بتشيك لكن هو اللي ضرب. عيدها عيدها يا مخرج. خلينا نشوف حتى نوضح للسادة اللقطة الماضية. اللاعب المحترف الأمريكي هو اللي ضرب. واضحة. وهو اللي طالب التحدي. تشالنج. عيدها ما عليش يا مخرج. خلينا حتى الجماهير وخلف الشاشات المتابعين يشوفونه. الله. راح يجيبها. إذا هنا. شوف لاحظها الآن. لاحظ لاحظ لاحظ. شوف 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 شوف. هذه إلى الآن هي الضربة. هي صادو. ساهر موجود. ساهر موجود. هو ممكن استخدم القدم في عملية الريبون وبالتالي الأمور أمور جميلة. إذا رمية كرة تعود لمصلحة الحالة. شكرا لك لمخرجنا. وشكرا للمصور حقيقة اللي التقط هذه وعطانا وفوكس عليها. والله يعطيهم العافية. مباراتين. مباراة الماضية البحرين يتفوق يا ابو علاي على المنام. الله. خسارة بعد ما فاق بعد ما فاز المنام على المحرك. البحرين لديه نجوم غزال وما يصيدونه. الله. يفوز على المنام على الزعيم. فبالتالي ما راح تعرف بطل الدوري. كل شيء راح يتغير بالرغم ان المنامه متصدر ثم الاهلي ثم الاتحاد ثم البحرين ثم الستره ثم النجم المحرق الحاله سماهيج نويدرات تصويب الثلاثيه لا ينجح لكن توني تغطيه ابو علاء يعود عبد الرحمن غالي عبد الرحمن غالي. سلامات لتوني فارما ان شاء الله ما تكون اصابه. هذا عبد الرحمن الاسمراني غالي اسم على مسمى من عائله رياضيه. عبدو كان مع الحالة وطلع من الحالة وراح لمحرق ورجع إلى النجمة. الله. والله الأمور الاحتراف جميل والتنقلات جميلة. واللي يبي اللاعبين يدفع. وبالتالي هكذا. إذن المدرب يعود بالعقرب. توجيهات. إذا رميتين حرة لتوني فارما ينجح يقلل الفارق بعد ما كان الفارق 30 يعود الفارق إلى 19 نقطة أو 21 نقطة. إذا تعود لا ينجح. الجانب من الحضور من السيدات يحضرنا يتابعنا يشاهدنا. إذا ثلاث دقائق متبقية 29 مقابل 48 19 نقطة الفارق. معلاي لا ينجح. إذا توني هو ذا بيست بلاير إلى الآن. توني فارما توني فارما يعني توني يسجل وأكثر اللاعبين سجل 14 نقطة تصويبة ثلاثية لا ينجح. ناصر محمد ناصر موجود في عملية الربون. كيمبس كيمبس يا هذا ولا أحلى تمريرة منك يا كيمبس. حلوب تحصل على تمريرة من كيمبس من محمد حسين ابن الوزاوام يسجع وبالتالي تمريرة يسجل من خلالها حلوب. دبل تيم خطأ على حلوب. أكثر مسجل إلى الآن في الحالة هو توني فارما وأكثر مسجل هناك في النجمة بوعلاي 14 نقطة ثم يأتي علي جابر 14 نقطة ثم يأتي نيك وورد ب 11 نقطة. شوف ثلاثة لاعبين 39 مجموع ثلاثة لاعبين في النجمة نقطة. إذا هنا رميتين هذا لتوني فارما الذي لعب هناك في المكسيك في الأرجنتين في البرازيل في كولومبيا في الجامعات في اليونايتد ستيت. رميتين حرة. رميتين. الابتسامة تأتي من توني فارمر. على فكرة النجمة فاز على سترة وسماهيج والنويدرات وخسر من الاتحاد والمنامة والأهلي المحرك لكن الحالة فوز على مدينة عيسى والاتحاد وسترة وخسارة من المنامة والبحرين سماهيج والأهلي واليوم أمام النجمة 31 19 نقطة يعود الفارق مقابل 50
دقيقتين و15 ثانية على نهاية الكوارتر الثاني، وفارق 19 نقطة. محمد ناصر، محمد ناصر، بو علاي، بو علاي، لعبة مقطوعة، برافو بدينا يا سينا يا حليلة، عبد القادر يا سلام عليه. ممكن هاني علم يتدخل بطلب الوقت المستقطع بعد ما شاف الفارق يقل من 20 25 إلى 17 نقطة الآن. محمد ناصر يا ولد إلى عبد الرحمن غالي، عبد الرحمن مقطوع الكرة، تيرن اوفر، تأتي الكرة للعقرب، العقرب يا سلام، بدينا يا سينا ويا حليلة، لكن ضاعت، ضاعت من أمام بدينا، ربما يتذكرها بدينا. يا سينا يا حليلة، سلامات لعلي جابر المدرب أو الحكم الجناحي، يوقف اللعب ويطمئن على سلامة اللاعب علي جابر، ربما يعاني من إصابة. خروج علي جابر ونزول، ونزول التايجر سي شاكر. الله الله، فارق نجح جان في عملية الدفاع من 25 نقطة، يأتي إلى 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 17 نقطة. يا سلام عليك يا جان، مدرب له إمكانيات. عبد الرحمن غالي تلعب الكرة لعبد الرحمن، مقطوع إلى عبد القادر صلاح، صلاح يا صلاح، عبد القادر بندينا يا زينة يا حليلة، يا سلام، الله الله الله، أعطني حريتي يا بندينا، وصوب وسجل بداية، برافو عليك بندينا، يقللون الفرق إلى 15 نقطة. أوه أيوب حاجي وأحمد جان نجحوا في عملية الدفاع، يا البستكي وياخذ هذا، الله الله الله، مقطوع، مقطوع الكرة، صلاح، جان، جان، لكن مقطوع الكرة، تأتي الكرة فاست بريك، مقطوع الكرة إلى كمبس، كمبس يا سلام، أعطني أعطني، سجل يا كمبس، وسع الفرق، يعود الفرق إلى 17، 20 ثانية متبقية على نهاية الكوارتر الثاني، والمباراة مشتعلة، رتم فوق ورتم تحت، نقاط فوق ونقاط تحت، إلى بين إلى جان، جان، لكن خبرة 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 كمبس موجودة، كمبس يا كمبس، محمد حسين شاقني، الله، هذا عبد الرحمن غالي الأسمراني، لعب في الحالة بداية، ثم راح لمحرك، ثم رجع للنجمة، تلعب كرة بو علاي، بو علاي والدخول، بو علاي لعب ولكن أقل من جزء من الثاني، تسع تسعة أجزاء من الثانية، وهنا يطلق الميقاتي عماد عباس صافرته معلنا عن انتهاء الكوارتر، الكوارتر الكوارتر الثاني من الشوط الأول، والتقدم لمصلحة النجمة العالمي أمام الخفافيش. الله 17 نقطة الفارق. إذا متابعينا الكرام، شوط جميل، شوط حلو، لا تذهبوا بعيدا عبر قناة البحرين الرياضية الفضائية في قلب الحدث. ابن الماجد لك الكلمة واللقطات الجميلة بعد ربع ساعة، نعود معكم متابعينا عشاق دوري زين وعشاق كرة السلة. ابن الماجد لك الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، متابعينا الكرام أهلا وسهلا بكم، وألف تحية من هنا من قناة البحرين الرياضية من دوري زين في يوم الثلاثاء هنا في هذا الشهر الجميل حقيقة، اللي نشاهد الجولة العاشرة، انتهى الشوط الأول بتقدم النجمة 52 مقابل 35 للحالة. الشوط الثاني الآن، كوارتر الثالث من الشوط الثاني، راح نشوف ما هي التغييرات الموجودة وما إذا سوف يقدم كل مدرب لديه على هذه الأرضية. راح أتحدث عنه هنا بالنسبة للإحصائيات لثري بوينت، 12 شوطة شايت النجمة، سجلوا 9، بينما الحالة 9 تصويبات، سجلوا تصويبة واحدة هي تصويبة صلاح عبد القادر. إذا إذا تلعب يبدأ تصويبات الثلاثية تأتي هنا، برافو عليك يا بن جينة، 35 أو 38 مقابل 52، مباراة جميلة هنا تأتي في أرضية الملعب،
اذا هنا ايضا حاول فيها لكن الكره لخارج الملعب لمصلحه النجمه. 38 يقلل الفارق الى 14 نقطه بعد ما كان هناك التصويبه الثلاثيه اتت لاحمد بن دينا في ارضيه الملعب. تلعب محمد حسين بوعلاي لا ينجح لا ينجح بوعلاي لا ينجح ايضا بالتالي هنا تاتي الكره لمصلحه النجمه. كره تاتي وهنا ايضا الانطلاقه علي جابر. على فكره علي جابر مسجل علي جابر اللاعب رقم 17 لما تتحدث عن الثري بوينت شايد خمس تصويبات سجل منها أربع ولكن على مستوى المباريات اللي لعبها إذا خطأ جزاء رميتين. إذن هنا تلعب الكرة لمصلحة النجم حسين شاكر. 52 مقابل 40 12 نقطة الفارق. نيك لا ينجح. توني فارمر يقترب الحالة من التسجيل والتقليل من الفارق. يا سلام يا سلام الله. هنا يتدخل هاني علب بعد ما شاف هناك قرب الحالة للنتيجة من 25 نقطة إلى 9 نقاط. برافو نجح أحمد جان بتوجيهاته الجميلة وبدفاع الجميل هو مع أيوب حاجي أمام هاني علب وأمام محمد نجف. يطلب وقت مستقطع خلينا نشوف ماذا يقول المدربين. تأتي من لجنة الإحصاء أستاذ محمد إسماعيل وهناك إلياس أحمد أو أحمد إلياس أعطونا الإحصائيات. تيرنوفر في الكوارتر الأول والثاني 8 على النجمة و8 على الحالة لكن الثلاثيات في شأس واسع كبير. وعلي جابر من بداية الدوري إلى الآن يعني قبل هذا اللقاء مصوب 21 تصويبه مسجل ثنتين لكن اليوم علي يتغير. علي جابر يتغير يعود الفارق الى 11 نقطة. إذا بدأ المدرب هاني علب خطأ. خطأ عيدها يا مخرج. الحكم عبد الرضا عبد الحسين يشير أن هناك خطأ على اللاعب نيك وورد. حذاري يا نيك وورد ثلاثة أخطاء يا نيك. هذه الخطأ شوف الآن هذه الضربة اللي برافو يا ابن الماجد والله جابها. تلعب كرة العقرب عبد القادر هو صاحب التصويبة الثلاثية فقط من 10 تصويبات يسجل الحالة واحدة فقط. إذا تلعب الكرة توني فارما إلى بن دينا بن دينا بن دينا بن دينا بن دينا لا ينجح. خطأ يشير الحكم على
محمد حسين الخطأ الثالث، كثرة الأخطاء في الكوارتر الثالث من الشوط الثاني. كرة من حد النهائي للملعب لمصلحة الحالة، فارق 11 نقطة. كرة من حد النهائي بندينا إلى توني فاربا، إلى جان 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 عبد القادر، لكن هنا الكرة تأتي لمصلحة النجمة. يطالبون بأن هناك باسكت لكن راح نشوفها بالإعادة. كرة تلعب الكرة لحسين شاكر، ولعت المباراة في الكوارتر الثالث. علي جابر، علي جابر إلى بوعلاي أندر ذا باب، بوم جابها نيك إسلام نيك ولا أروع بطريقة الدوران. شوفها شوفها شوفها، هذه اللقطة الماضية اللي يطالبون فيها الحالة بأنه هناك عملية الكاونت، لكن الكرة لامست ثم أخرجها اللاعب نيك وارد. راح أبغدرك يا مخرج بعد شوي. تلعب الكرة توني، يا سلام عليك يا توني توني توني، وماذا فعلت يا جان؟ لكن توني قبل أن يطلق الميخات الـ 24 حسن أحمد صافرته إلى أن توني في الوقت المناسب إن تايم. هنا تصيب الثلاثية كمبس، حركاته عاداته كمبس، يسجل مثل ما سجل هناك لما كان مع المنامة. يوسع الفارق إلى 14 نقطة، 59 مقابل 45 إلى جان العقرب. جان يا جان، هذا اللاعب موسيقار في أرضية الملعب، لكن حمد جاسم وينه؟ وينه؟ الله، عبد القادر أمام نيك، لكن هنا تصويبه، أوه! لا 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 لا، وهذه الثانية تلسع، جابها جابها عبد القادر صلاح قبل أن يطلق الميقات الـ 24 حسن أحمد. هذه الثانية توجع توجع يا كركدوش، والله إن تايم قبل الميقات الـ 24 خبير، يعني إيده على الزر، إيده على إصبع الجهاز، وبالتالي هنا خطأ يشير الحكم صادق المشخص. 74 خطأ على 74. كرة من الحد الجانبي يا تايجر، يا الخبرة يا الاكسبيرينس، لكن الحكم يقول من الحد النهائي. إذا 48 مقابل 59 11 نقطة الفارق، يعود 14 16 14 إلى علي جابر. هنا خطأ على عبد القادر صلاح، على لا على حمد جاسم، ثالث الأخطاء على حمد جاسم. يعاني الواثق ثلاثة، حمد جاسم ثلاثة، وبالتالي الأمور جميلة. إذا تلع إلى كمبس، كمبس إلى بوعلاي، بوعلاي بوعلاي، الله 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 يا بوعلاي، بوعلاي شايد خمسة من خمسة، يسجل ثلاثيات اليوم بوعلاي. الأولى تحية، والثانية يقول ألو، والثالثة بنظرة، والرابعة بإشارة، والخامسة يقول لهم باي باي. يا سلام عليك حمد جاسم صغير السن، يسجل يأتي بنقطتين ليقلل الفارق إلى 12 نقطة. كمبس لكن على الجابر في عملية الربول، سكند تشانس، دونت جيف سكند تشانس. نكوة مراقب من حمد جاسم، حمد جاسم تحت السلة، و أنوان نكوة، يا سلام عليك يا نكوة، يا سلام. عيدها يا مخرج، أنا أبغى الدنك يا مخرج، هذه اللقطة الهاكشة. إذا أنوان لا ينجح، أوه ما في تغطية موجودة، علي جابر مرتين على التوالي. إذا 14 نقطة، هبة هبة هبة، يا ولا يا ولا يا ولا، يهو إيه العظمة دي كلها، أنت كبير يا نك يا وار. يسجل، أبغى الدنك يا مخرج، عطني الدوران وعملية الدنك اللي دنك هذا اللاعب. نيك وارد مسجل إلى الآن 17 نقطة، متعادل مع محمد بوعلاي 17، وبالتالي يأتي أيضا علي جابر 16 نقطة. شوف هذه الآن، شوفها هي الدوران 1 2 هوبا،
بوم، يا سلام عليه، هذه قصوها، هذه حطوها في السوشيال ميديا، دنك ولا أروع. هذه هدية لكم. الله، إذا يأتي أي متابعينا الكرام، الوقت المستقطع الذي طلبه الكابتن أحمد جان، هذا الجزار، هذا الجزار، وين ما تروح تشوف الجزار. الله، كل شعرة شيء في رأسه هي مادة في القانون، يعرف خبايا القانون وكرة السلة مثل حسن أحمد العمدة. الله، إذا نعود معكم متابعينا الكرام من هنا. الله، هذه الأم الحنونة، الله يحفظ أمهاتكم، الله يحفظ أمهاتكم، جاية تشاهد ابنها محمد ناصر. الله، يا ليت كل الأمهات يحضرون، يعني شاهدنا هناك بعض الأمهات يحضرون، لكن إن شاء الله لما تكون الأم موجودة غير. كرة خارج ملعب تشيرنوفر، يشير الحكم عبد الرضا عبد الحسين، هذا هو محمد نجف وهاني علب، يذكروننا بأيام المنامة، أيام ما حققوا مع نوح نجف وشهرام ولاعبين على مستوى. إذا تلعب الكرة لمصلحة حسين تايجر، 4 دقائق و45 ثانية على نهاية الكوارتر الثالث، جيب نوح نجف، موجود نوح نجف، موجود الأسطورة، موجود في المدرجات نوح نجف. الله، ومحمد نجف مساعد مدرب، يتذكر أيام المنامة، أيام التاريخ يا نوح يا نجف. تصويبة ثلاثية الواثق، يسجل ثلاثية، يقلل الفارق. إذا 9 أو هذه ثلاثية، لا أبو علاي، 69 مقابل 50 فارق، 19 نقطة، يعود الفارق، يعود الفارق، يعود الفارق. الله، هذا هنا بن دينا، يا زينة يا حليلة، هذا اللاعب غير، يديه إمكانيات على مستوى يقلل الفارق إلى 17 نقطة. شاكر كيمبس بعد ما ترك المنامة، الزعيم أتى للعالم، علي جابر، علي جابر، علي جابر، هذا هو نوح نجف، يكلم بالتليفون، يواصل بالتليفون، يتصل ليقول لهم أنا موجود، رغم تخليت عن المنامة يا نجف، ولكن هنا أيضا حطوها في السوشيال ميديا وفي الصحف أنه رؤوف حبيل ترك النجم، وين راح يروح؟ ما ندري، لربما وجهة نظرة يعني معروفة. إذا يا سلام عليك عبد القادر صلاح، رؤوف حبيل يترك النجمة، لكن لا تقول المعلق قال، والله الخبر الليلة تعرفون، الليلة تعرفون الخبر، أنا ما راح أقول، يقول لك ظروف شخصية كبيرة يا رؤوف حبيل، ما عليك يا رؤوف، بالتوفيق لك في كل مكان، بالتوفيق لك في كل مكان. هنا تصويبة تايجر لا ينجح الواثق، لكن الكرة تأتي من دين، هذا أحمد جان، أحمد جان أمام هاني علم، علم يا علم، توني غابة، توني يا سلام يا توني، إيه الحركة دي كلها؟ هذا هو هاني علم، زعلان، لا تزعلوا، 56 مقابل 71، 15 نقطة الفارق، تلعب الكرة إلى أبو علاي، أبو علاي ومراقب من صلاح عبد القادر إلى علي جابر. الله الله، برافو توني، توني يا توني، توني يا توني، يا سلام عليك عبد القادر، عبد القادر، عبد القادر، يا ناس يا ناس يا ناس، بدينا إلى توني، توني إلى عبد القادر، عبد القادر، هو قادر، هو قادر يا عبد القادر، يا سلام عليك يا عبد القادر، 58-71، شوف هذه التصويبة الجميلة من هذا اللاعب الشاب الصغير، ليسجل يقلل الفارق، 13 نقطة، يعود الفارق بعد ما كان 15 إلى وار، نيك وار،
الى تايجر ولعت دقيقتين الا على نهايه الكوارتر. علي جابر، علي جابر قبل هذا اللقاء علي جابر يقول لجنه الاحصاء بقياده الاستاذ محمد اسماعيل انه صوب 21 تصويبه ما سجل الا ثنتين، لكن اليوم هو غير. يا سلام يا سلام، برافو يا الواثق، واثق الخطوه يا جلال، يمشي ملكا الواثق علي يسجل عيده يا مخرج. يقللون هذا بندينا، شوفه يا سلام عليك. يتدخل هاني علم بطلب الوقت المستقطع بعد ما شاف النتيجه قربت قربت. الله، هناك من يراقب وهناك من يشاهد. هذه فاطمه المساعده المدرب، الله، المدربه فاطمه رياض موجوده مع النجمه. لكن الاخبار الليله تشوفوها، هناك ايضا احد المدربين، هذه احد اللاعبين اللي وايضا العاشقين لكره السله يحضرون يتابعون يشاهدون، كله صغيره وكبيره في ارضيه الملعب. لكن الاخبار الليله، هذا محمد ناصر وهذه هي فاطمه رياض المدربه لكره السله، وبالتالي ايضا مع هاني علم وايضا مع محمد نجف. لكن هناك احد المدربين ريان راح يبتعد عن نادي الاتحاد بسبب الوعكة الصحية. هذا ما جانا مثل ما قالت وتحدثت بعض العاشقين لكرة السلة والعاشقات لكرة السلة انه ريان راح يبتعد عن الاتحاد، والخبر انتوا حللوه. وين يروح رؤوف حبيب؟ وين راح يروح؟ ما راح اقول لكم، لكن انتوا حللوه، شوفوا وين. هو ظروف شخصيه ويترك المجال لهاني علم ومحمد نجف وفاطمه رياض. لكن هنا في الحاله، في الحاله احمد جان وايوب حاجي موجودين، هناك الاداري محمد البستكي وجلال خداده، وهناك ايضا مدير الفريق يغيب اليوم الاستاذ حسين اسماعيل بسبب وفاه والده رحمه الله عليه. الله يرحم اموات المسلمين والمسلمات. ونعود، لا ينجح، الواثق موجود. 10 نقاط يعود الفارق واستعلت المباراه، ولعت بالدينا. دقيقه وعشر ثواني على نهايه الكوارتر الثالث. 10 نقاط، احمد جان عمل المستحيل والباقي على اللاعبين. توني فارمر مسجل 22 نقطة، أعلى مسجل ما شاء الله في المباراة، في المباراة. تصويبة، الله، لا ينجح الواثق. تأتي الكرة لتايجر، 22 توني فارمر، 12 عبد القادر صلاح، 15 اللاعب بندينا، وأيضا هذه مجموع يعني ثلاثة لاعبين مسجلين أكثر نقاط. حسين شاكر، شاكر علي جابر، ولكن هنا نيك وار، تعود الكرة لمصلحة النجمة، يبحث عن نيكوار. علي جابر لا ينجح، لكن هذا مشاكس اللاعب، يعجبني اللاعب هذا، اللاعب قتالي في أرضية الملعب. تصويبة ثلاثية، تايجر شعللهم التايجر، يعود الفارق إلى 13 نقطة. تلعب الكرة أحمد بندينا، بندينا أمام أبو علاي، أبو علاي بندينا لا ينجح، لكن الله، برافو برافو يا محمد يا ناصر، والله تصفق الوالده له، الوالده صفقت لولدها، لانه فعلا بلوك جميل 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 من محمد ناصر القادم اللي محرك. شوف الوالده هذه، لا احد يزعلها، وكل واحد لا يزعل امه يا جماعه. تصويبه ثلاثيه لا ينجح، وبالتالي يطلق الميقاتي هنا عماد عباس صافرته. مولان انتهى الكوارتر الثالث بتقدم النجمه ب 74 مقابل 61 الحاله. شكيل محمود موجود معاهم هناك، يوسف الانصاري موجود معاهم، لكن خلونا يا جماعه. ولكن اقول لكم شيء جميل، لا احد يزعل امه، مثل ما الوالده موجوده، وضع قبله على جبين الوالده اليوم. اليوم كل واحد يضع قبله على جبين امه ويقول الله يحفظ امهاتنا وامهاتكم. اذا
ابن الماجد لك الكلمة ونشاهد لقطات جميلة. نعود معكم متابعي الكرام بعد ما انتهت الراحة بين الكوارتر الثالث، نعود للكوارتر الرابع الآن والكرة بحيازة فريق نادي النجمة. إذن على بركة الله يبدأ الكوارتر الرابع وكوارتر مهم. محمد ناصر مدرب يأتي، هاني على محمد ناصر، علي جابر بخماسي جبير إلى تشايقة، تشايقة يبحث في الدفاع مقطوعة، برافو يا توني، توني يا توني، خطأ على محمد ناصر، خطأ وكليفربان من هذا اللاعب محمد ناصر، خطأ تكتيكي جميل حتى ما يسجل توني نقطتين وأنوان، فاكتفى بالخطأ بالجزاء ورميتين حرة. تتحدث عن تاريخ الحالة الخفافيش قلعة بوماهر، 92 الكاس، 95 الدوري، 96 الدوري، ثاني الخليج 2012، رابع آسيا 2014، لكن وين الآن الحالة يا جلال؟ هل يحقق الدوري مع جان؟ جان لديه العصا السحرية، الله، إذا ينجح ينجح يقلل الفارق إلى 11 نقطة، 63 مقابل 64. تلعب الكرة إلى محمد ناصر، محمد ناصر، تايجر، تايجر عدى، خطأ على عبد القادر، حذار يا عبد القادر، أول الأخطاء على عبد القادر صلاح، مسجل 12 نقطة ما شاء الله، لكن هذا الخطأ، هذا الخطأ الإعادة، لكن أكثر مسجل في المباراة توتالي يأتي من توني فارمر لاعب الحالة 24 نقطة، ثم يأتي علي جابر 18، أبو علاي 17، وأيضا نيك، هذا هو نيك، نيك وور، لا ينجح نيك وور، نكور دبل تيم، أوه. على طريقته لما كان في أتلانتا هوكس يسجل نقطتين يوسع الفارق إلى 13 نقطة، 9 دقائق في كرة السلة مجنونة. توني والله ما شاء الله عليك يا توني، يعني لاعب لربما ترفع الثمن. أنا سبورت، أنا سبورت مان لايك فاول على علي جابر، إشارة الحكم يونس جناحي، الله، رميتين وحيازة رغم التغييرات الموجودة في فريق النجمة، هل يعود لأمجاد النجمة أيام 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 القادسية في كرة السلة سابقا واندمج مع النجمة وكان لديهم عمالقة في كرة السلة، الله أيام، لكن النجمة لعب النهائي أمام المنامة في 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 2014 لعب النهائي، إذا 64 مقابل 66، إذا ينجح في الأولى لم ينجح، وبالتالي الأمور جميلة. حينما تحدثنا مع السكندري عن النجمة قال فريق كان لديه صولات وجولات ايام امجاد القادسيه واندمج، واليوم العالمي هو هذا ما قاله السكندري،
اذا تلعب الكره تشوري فارما فارق ال 11 نقطه تصويبه كيف ما اتفق، لان قبل ان يطلق الميقاتي ال 24 ال 24 حسن احمد ولد ثاني شاتها اي كلام ولم يوفق فيها توني فارما. تلعب الكره نيك مراقب من اللاعب سيف القلاف اند وان اند وان اند وان، اشاره الحكم صادق المشخص على اللاعب سيف القلاف. شوف المدرب مبراضي، لا تزعلوه يا جماعه لا تزعلوه، هذا المدرب جان اذا زعل يعني مشكله. مين يراضي؟ لا تزعلوا. اذا تلعب الكره ينجح 78 65 13 نقطه الفارق، 8 دقائق متبقيه. متابعينا الكرام يا من تتابعونا عبر قناه الوطن البحرين الرياضيه الفضائيه هنا من قلب الحدث من دوري زين، وصلتم الحصر هنا في هذا يوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر. اذا هنا تصويبه لا ينجح سيف القلاب الواثق 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 واثق واثق يسجل، هذه السابع نقطة للواثق، سابع نقطة للواثق يسجل. خطأ، عيدها يا مخرج، خلينا نشوف خلينا نشوف الخطأ، عيدها يا مخرج. كرة من حد الجانب للملعب 65 مقابل 79، يعود الفارق إلى 12 نقطة. تلعب الكرة 10 ثواني على الهجمة، يلعبها لعلي جابر، علي جابر والدخول إلى محمد ناصر، لكن إيربول. برافو يا توني برافو يا توني. تلعب الكرة عبد القادر صلاح، عبد القادر بن دينا يا سينا يا حليلة. بن دينا موجود سجل 15 نقطة، مقتل الكرة ما زالت مع احمد بن دينا، يبحث عن توني، توني فارما، توني ودي وراه دبل تيم، مراقب من نيك، نيك وور، نيك وور، يا ولد يا ولد يا هو. نايس مو، نايس لايا، نايس بوينت تاتي من توني، توني فارما ما يبديك يا مخرج تعيدها سريعة. اذا الفارق العشر نقاط، خطأ على الواثق، الخطأ الرابع. شوف المدرب مبراضي احمد جان على الواثق لانه ارتكب الخطا، اربع اخطاء. هل يجازف احمد جان بالواثق؟ يقول له خله ست دقائق سبع دقائق، يحافظ الواثق على الخطا. خروج محمد ناصر، نزول بوعلاي، المدرب هاني علم يخرج محمد ناصر وياتي بوعلاي. خلينا نشوف خلينا نشوف خلينا نشوف يا مخرج وش اللي حدث. يقول يقول شوف لاحق الحكام طالبين الإعادة، يطلبون الاي ار اس، راح نشوف الاحتكاك. شوف لاحظ هذه الاعاده، هذه الخطا على الواثق، وهذه الضربه اللي اتت من سيف القلا، ونيك مبراضي، والحكام طلبوا الاي ار اس الستيد ريبلاي سيستم. كركدوش موجود، فاضل كركدوش المراقب للمباراه. خلينا يا مخرج ابن ماجد عيد لنا الخطا اللي قبل قليل، خلينا نشوف الان. لا لا موده عقب العقب بعد بعد واصل واصل، وهذه شوف الضربه هنا عقب عقب. لا لا في في واصل 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 واصل، روح روح بعد هذه اللعبة، بعد هذه اللعبة بعد، واصل واصل الآن، واصل يا مخرج. خلينا نشوف
قدام قدام الان بعد الحكم طالب شوي قدام. روح 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 خلينا نشوف ما مش موجود هنا 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 الحصل الان اذا كانت في كاميرا اخرى موجوده خلينا نشوف هنا الحدث شوف الان واصل اوه والله صادو صادو والله غريبة 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 أول مرة أشوف هذه راح يقصوها هذه راح يحطوها في 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 اليوتيوب في تويتر ديسكوليفايد اللاعب رقم 6 سيف القلاب طرد لأنه قام بعض اللاعب الله هذا قانون في نظام الاي ار اس مثل كرة القدم ألغت أهداف ألغت أهداف على أندية ومنتخبات كانت أن تفوز ولكن الفار موجود في القدم لكن في كرة السلة أي الاي ار اس بالإعادة موجودة قصوها قصوها حطوها في السوشيال ميديا هذه خلوا ميمو يضحك شوي الله العقرب يلسع إذا تضيع الرمية الفري ثرو فري امبورتشت مهم جدا فارق العشر نقاط لا ينجح لا يسجل لربما العضة أثرت عليه شوي أثرت عليه شوي هذه حادثة غريبة والله العض في كرة السلة أول مرة أشوفها هذه راح يدخل عليها موسوعة موسوعة كبيرة الله تلعب الكرة إلى نيك وون يلا يا نيك 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 اوه معروف عنا لما كان مع اتلانتا هوكس يلعب بالهوكي شاه بالهوك شاه بالهوكي يا سلام عليك يا نيك وون هذا الاسمر شاقني يا ناس دلوني عليه تلعب الكره بندينا يا زينه يا حليله يتابعونا محبينا يا سلام عليك يا احمد يا بندينا والله لاعب لو احمد بندينا يلعب بعملية السكيلز المهارات لسجل الكثير عشر نقاط 71-81 6 دقائق متبقية مجنونة 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 بعد ما كانت مباراة البحرين والمنامة للإكسترا تايم تغلب نادي البحرين الغزال الغزال وما يصيدونه إلى الإكسترا تايم وتغلب على المنامة الله ما فيش أحد أحسن من أحد أعطيني في الملعب راح تفوز راح تفوز وهذه هي كرة السلة والرياضة ما فيش أحد أحسن من أحد الله شو لعب الكرة كرة لي خارج الملعب لمصلحة يقول لك يا ابو علاي لا تخفي ما فعلت بك الاشواق واشرح هواك فكلنا عشاق للسله يا ابو علاي كلنا عشاق للسله فبالتالي هكذا هي الامور اذا تلعب الكره لمصلحه توني فارما سجل 28 نقطه هذا راح يحطونه جود سكولر مسجل اير بول من بندينا بندينا تاتي الكره لابو علاي واكثر مسجل هناك ايضا نيك وورد 23 نقطه نكور 23 توني يتفوق بفارق الخمس نقاط بوعلاي اير بول بندينا فاست بريك ثلاثه ولكن توني الله يا توني برافو يا توني سجل 30 نقطه ما شاء الله الله قربت المباراه ثمان يعني وصلت إلى ثمان نقاط علي جابر لا ينجح وبالتالي الواثق أمام أبو علاي يا سلام وأدوان ينجح الواثق يقللون الفارق الحالي لست نقاط الله وصلوا تدخل هاني على بطلب الوقت المستقطع بعد ما شاف النتيجة من 14 إلى ست نقاط من 25 إلى 6
إلى 10 غير 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 الحالة يتفنن الحالة. الله نستمع توجيهات المدربين. على الصغير مع الهلال ومع العاشقين والمحبين حاضرين واللي يشجعون الحالة من الصغر يعلمونه، من الصغر يعلمونه. موجود مع الحالة، فبالتالي الأمور تختلف في أرضية الملعب. ست نقاط الفارق وأندوان، هل تأتي بخمس نقاط؟ راح نشوف الآن، راح نشوف الآن. الواثق مسجل تسع نقاط وإلى رمية حرة لفري ثرو. الأمور غير، خلونا نشوف. الواثق لا ينجح. إذن الفارق ست نقاط إلى حسين شاكر مدرب يعود بحسين شاكر بكمبس بمعلاي وعلي جابر ونيك. التشكيلة اللي بدأ بها في كوارتر الأول، بينما أحمد جان يبقي على عبد القادر صلاح وعلى حمد جاسم وعلى الواثق، وهنا أيضا توني وبن دينا. يا سلام عليك، يا سلام عليك، حلوة. عبد جاسم بن جينا، واثق، عبد القادر صلاح، توني، توني يا توني، توني لا ينجح. توني بوعلاي جود بلوك اوت، برافو، دفاع قوي، حاول فيها الواثق لكن بوعلاي. تأتي الكرة محمد حسين، كمبس، كمبس، ما حد راح يتسرع الآن، كمبس، وهنا خطأ، هنا خطأ. اي خطا الان على النجمه، على عفوا على الحاله، رميتين. عليه مغادره المبنى، اول بقاء في غرفه التدريب، يروح البيت او يقعد في الجنه. الله 99 اورنج سايد اوت، تو شوت، سوري تو شوت. اذا يطلب من اللاعب سيف القلاف بمغادرة الملعب، ديسكولوفاي. إذا هنا خطأ أيضا الواثق يغادر الملعب. خمسة أخطاء، رميتين حرة، راح يتعب شوي جان. خروج سيف وخروج الواثق، ينجح محمد حسين يوسع الفارق إلى سبع نقاط. ويأتي بالبديل اللاعب نادر علي، هذا هو كمبس ابن الوز عوام. أبوه يعشق الأرجنتين ويعشق اللاعب كمبس، لاعب كرة القدم. إذا تلاعب الكرة عبد القادر صلاح إلى بن دينا، أحمد بن دينا، يا زينة يا حليل. تلاعب الكرة بن دينا، عملية كنترول مهاري، هذا اللاعب في أرضية الملعب. يا سلام عليك يا بن دينا، يا سلام عليك يا بن دينا. يلعبها إلى حمد جاسم، حمد جاسم لعبها، أربع ثواني، نادر، 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 هو نادر. خمس نقاط يعود الفارق. ثلاثية كانت من نادر، يا نادر. بوعلاي إلى علي جابر، إلى حسين تايجر، حسين شاكر، إلى نيك، 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 أوه، واو، 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 فيري نايس. هي سكوت ولا نفس ولا كلمة. هذا نيك، عملية الهوك شات ناجح فيها. خطأ، هذا الخطأ الرابع
على الفريق، والخطأ على محمد حسين، خطأ الرابع أيضا لمصلحة بن دينا. إذن وقت مستقطع، يتدخل المدرب أحمد جان وأيوب حاجي بطلب الوقت المستقطع حتى يشوفون يتداركون الخطأ. سبع نقاط الفارق. نستمع لتوجيهات المدربين. نعود معكم متابعين الكلام بعد ما انتهى الوقت المستقطع. حقيقة ما يقوم بالاتحاد البحريني كرة السلة برئاسة الكابتن قبطان وليد العلوي، كافة الأعضاء بدراسة جميلة وأيضا نجاح كبير، والاهتمام أيضا بطاقم التحكيم بلجنة التحكيم. هناك دورات، هناك أيضا ورش عمل تقدم للحكام ومراجعة كل الأخطاء عبر الفيديو، عبر ايضا النقاط، وبالتالي هناك الامور جميله حقيقه، جميله جميله جدا. اذا نعود معكم متابعينا الكرام. هناك رئيس لجنه الحكام استاذ محمد النعيمي. اذا تلعب الكره الى توني لمصلحه الدبل تيم. توني 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 لا ينجح. توني سجل 30 نقطه. توني اذا الفارق السبع نقاط. ترجعون الكرة لمصلحة علي جابر النجمة العالمي أمام قلعة بوماهر أمام الخفافيش. لعبات كمبس، برافو كمبس، حلوة يا كمبس. لاعب يجيد عملية السكيلز، المهارات العالية والبنتريشن. إذا تلعب الكرة بن دينا، أحمد بن دينا مقطوعة. يا سلام حمد جاسم، حمد جاسم بن دينا، بن دينا، وبالتالي الكرة مقطوعة. حاول فيها أحمد بن دينا لكن الكرة تأتي أيضا هنا مخالفة على اللاعب حسين شاكر. عيدها يا مخرج، خلينا نشوف هل عدت قدم اللاعب خارج الأرضية. أو فعلا عدت، عدت موجودة. برافو يا صادق، قرار سليم. الرجل اللاعب أجين أجين وان مور تايم حتى يشوفون الناس يتأكدون أنه الحكم صافرته كانت صحيحة. برافو يا صادق يا المشقر، حلوة اللاعب الكرة. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا انت يا محترف يا توني. 32 نقطة مسجل، أكبر نتيجة إلى الآن في المباراة، و25 نقطة مسجل فيها نيك وور محترف نادي النجم. تلعب الكرة بوعلاي 80 87 سبع نقاط الفارق. تلعب الكرة بوعلاي إلى علي جابر، علي جابر بوعلاي تصويبة ثلاثية لا ينجح. علي جابر تعود الكرة اصطدام احتكاك، ولكن كرة فاست بريك. توني توني يا ولد يا ولد يا ولد، خمس نقاط. اشتعلت دقيقة و25 ثانية. بن دينا رميتين، والخطأ الثالث على أحمد بن دينا. يا زينة يا حليلة، شوف توجيهات المدرب، شوف نظرة العادل العريض ونظرة عباد ومحمد اسماعيل واحمد الياس، ينظرون يبغى يسجلون كله صغيرة وكبيرة. الله، لكن كركدوش يسجل كل ثاني على الحكام، هذا ما صفر، هذا ما أعطى، هذا ما جاب. إذا يرجع أحمد محمد حسين كمبس ابن الزعيم إلى العالمي. الله، كمبس لا ينجح. حمد جاسم موجود، تلعب الكرة توني. والله ارهق ارهق توني، تصويبه توني. لو كنت في بداية الشوط الأول يا توني كذا أقول لك أوكي، لكن الإرهاق أتعب هذا اللاعب. فاست بريك، برافو يا محمد بوعلاي، الشرلة برمشة. يهو، قال العب فاست بريك. عيدها 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 عيدها. شوف بوعلاي رفع رمشة، ناظر
وإنما هناك من يسجل هناك فاست بريك. يعود الفارق إلى 8 نقاط. يتدخل أحمد جان بطلب الوقت المستقطع. عيدة يا مخرج، خلينا نشوف الفاست بريك والغفلة الدفاعية من فريق الحال، راح نشوفها. هذه هي، رفع رمش لعبها، يقول لكم بتسجل وبالتالي يسجل. العالمي النجماوي الله محمد حسين مسجل 16 نقطة، بوعلاي 18، وأيضا علي رجب، علي جابر 18، ونيك وورد 25. هذه هي السكورات، لكن هنا 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 توني فارمر 34، ثم يأتي أحمد بن دينا 17، ثم يأتي عبد القادر صلاح 11، والواثق اللي غادر أرضية معه بخمسة أخطاء 9 نقاط. إذن متابعينا الكرام، ينتهي الوقت المستقطع. تحدث عن الترتيب، المنام بعد الخسارة اليوم راح يتغير أو يثبت في الترتيب مع الأهلي والاتحاد الثالث. البحرين راح يتقدم أيضا بفارق النقاط. سترة النجمة في المركز السادس، محرق السابع، الحالة الثامن، سماهيج التاسع، نويدرات العاشر، ومدينة عيسى في مؤخرة الترتيب. لكن لكن اليوم مع الإكسترا تايم، البحرين الغزال يقدم لنا قصة جميلة وموسيقى جميلة بالفوز في الإكسترا تايم على المنامة. إذا تلعب الكرة من الحد الجانبي لمصلحة الحالة، المدرب يكسب الوقت. دقيقة، تصويبة عبد القادر لا ينجح، علي جابر، وبالتالي الكرة لامست. خلينا نشوف هل يطلب التشالنج أم هناك تاتش. طالبين إذا تصير 80 90 8 نقاط، يطلبون الاي ار اس، الحكام يطلبون اللقطة الأخيرة يا ابن ماجد. خلينا نشوف يوم يخرج. وقف الآن، سلو، وقف شوي، انتظر شوي، شوف الكرة الآن وين لامست. عطنا اياها، يقول لك الحكم الجزار عطنا اياها من زاوية أخرى، زاوية أخرى. هذه شوفها 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 شوفها، هذه من زاوية أخرى. عيدها عيدها عيدها، وقف وقف وقف. شوف التحكيم الآن يتناقشون. إذن الكرة للفريق، ما راح أقول تقدير الحكام بعد صافرة الحكم في منتصف الملعب، راح يشير الحكم الآن. وايت بول واضح. إذن المدرب يأتي باللاعب نوح محمد، لاعب الصغير، يأتي بهذا اللاعب الصغير في دقيقة وثانيتين وفارق 8 نقاط. هذا علي جابر يبتسم، الأشقر، كرة بالحد النهائي للملعب. نيك خطا على توني، خطا الثالث. شوف الان المدرب يطالب بفاول، لو سمعوه الحكام ممكن يعطوه تكنيك فاول. قانون كرة السلة ممنوع تقول اعمل فاول. رميتي، لانه هناك اكثر من 4 اخطاء. اهو كانت لربما راح يندب عليها احمد جان. شوف نظرة نيك وورد إلى المدرب، يقول له ترى أجيب أنا، أنا أجيب. وجابها جابها نيك وورد. يعود الفارق إلى 10 نقاط، أقل من دقيقة متابعينا. هل نلعب نلجأ؟ عبد القادر استعجل فيها، تعود الكرة للتايجر، تايجر خطأ على محمد أو نوح محمد. والله مباراة حلوة، الحالة يقدم مباراة جميلة رغم صغار لديه صغار من اللاعبين بقيادة المدرب أحمد جان، اللي قلل الفارق من 25-30 إلى 10 إلى 6 إلى 4 إلى 3، لكن الخبرة تفوق النجمة على الحال.
لا ينجح تايجر. 50 ثانية أقل من دقيقة على نهاية الكوارتر الرابع والمباراة، ونقول ماذا؟ ننتظر، لا تسبق الأحداث. 30 ثانية تغير النتيجة. إذن يوسع الفارق إلى 11 نقطة، 82 مقابل 93. توني توني بوم بوم، وينك يا توني؟ من قبل يا توني، هذه عيدها عيدها. بوم، يا سلام عليك يا الأسوراني، أنت 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 توني. هذه راح يحطونا، راح يحطونا، راح يقصونا، راح يحطونا في قناة البحرين الرياضية. عيدها 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 مرة يا مخرج، يا ابن الماجد عطنا وياها. والله كرات على لاعب طوله مترين، على نيك وورد، لعب في الام بي اي هناك في اتلانتا هوكس، لكن ياتي لاعب الجامعات، ياتي لاعب المحترف. توني 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 فارمر ليقول له بوم، وبالتالي راح نشوفه الان. ابو علاي ينجح في الرميه الحره الاولى؟ لا ينجح. اوه نجح، كانت. اذا يعود الفارق 94 84 10 نقاط إلى توني. يخرج وحيدا توني، يتحرك وحيدا توني إلى حسين جان. حسين جان حسين جان، يا سلام عليك العقرب، يلسع لسعاته جميل. حار حار حار. إذا 86 94 خطأ. والله تعب توني. لو تحسب الإحصائية لتوني فارمر، كم لعب؟ 40 دقيقة. 40 دقيقة ومسجل يا محمد إسماعيل 36 نقطة. كم ريبون؟ كم أسيست؟ الله الله، تعب، ما راح ينام الليلة، يحتاج إلى 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 راحة، ما يخليه يتمرن اليوم، يوديه جلال جاكوزي، يخلونه يرتاح. 40 دقيقة ما شاء الله، سجل 36، يعني في كل دقيقة نقطة، كل دقيقة مسجل نقطة. 40 ما شاء الله. إذا ينجح كمبس 95 مقابل 86، ينجح. خلاص خلاص 10 نقاط نهوها. شوف هذا هو، هذا هو. صفر له يا حكم، صفر له يا حكم. هنا سيد جان جان جان، هذا العقرب يلسع، والله عقرب، لاعب يجيد خطأ. وأنس بول، الان سبورت ما لايك فاول، يشير الحكم صادق المشخص، يقول له طبق، انا اطبق القانون. هل هي هل هي من الـ 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 فعلا هل هي تدخل دائره سي 4 سي 2 سي 3 سي 1 سي 2؟ خلينا نشوف. اذا كانت الحالات منع هجمه، عطل اللعب، ضرب المتعمد يسمونه، او الاحتكاك العنف بدون كرة، هذه هي قواعد. ينجح ينجح. 98 10 نقاط يعود الفارق. كرة من الحد الجانبي للملعب، خلاص. مبروك العالمي وعشاق العالمي وإلى رئيس نادي النجمة بالفوز في هذا اللقاء الجميل. لقاء جميل، لقاء قدم من خلاله الحالة مباراة ولا أحلى ولا أروع ولا أميز في المباراة. وبالتالي مبروك للنجمة أيضا اللي قدم مباراة جميلة. متابعينا الكرام، شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، شكرا لمشاهدتكم قناة البحرين الرياضية. من قلب الحدث ومن دوري زين، هو زين اسم على مسمى. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، تواجد معنا في عربة النقل حسين الأحمد. مع السلامة.